السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيك يا حبايب قلب؟ عامل ايه؟ يا رب تكونوا بخير حبايب قلب. ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعلوا الجرس عشان يصلكم كل جديد وتعملوا لايك كتير جدا للفيديو. حبايب قلب وحشتوني جدا جدا جدا. طبعا عملنا لهم مايك يا بابا اهو، شوفوا علمنا اللايك كمان. طبعا بقدم الفيديو عشان انا صاحبه فكره الفيديو بتاع النهارده. وطبعا قال لهم حاجه يا ماما. حبايب قلبي وحشتوني، ربنا يسعدكم وفرح قلبكم يا حبايب قلبي، ويعد عليكم الايام بخير واشوفكم سعداء في الدنيا وفي الاخره كده، ونعد عليكم الايام بخير كده من بره مصر حبايب قلبي ومن جوه مصر حبايب قلبي، ربنا يسعدكم وفرح قلبكم يا حبايبي، ورمضان كريم كريم عليكم. معلش يا رمضان كريم عليكم وعلينا وعلى أمة المسلمين اجمعين يا حبايب قلبي. يا اختي قطه. معلش انا ايه مش مظبطه كده، فعشان خاطركم برضك طالعه، وانتوا طبعا غاليين عندي وعلى دماغي من بره مصر ومن خارج مصر حبايب قلبي، بحبكم قوي 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 قوي. ونشوف التحدي بقى يا حبايب قلبي. طبعا حبايب قلبي فكره الفيديو مين يعرف التاني اكتر، يعني ايه فكره الفيديو؟ ان مثلا مين اللي بيزعق اكتر؟ بابا بقى عارف مين اللي في الطبع ده وهيقوم منزل وشه في الميه، انا او امي. هيقوم مثلا مين اللي بيعيط مين اللي بيعيط بسرعه؟ يقوم منزل وشي اللي بيعيط بسرعه، انا او ماما. يعني يقوم ايه ما عامل كده. ماشي يا حبايب قلبي خليكم معانا بقى. يلا واحد اتنين تلاته. مين اللي بيزعق اكتر؟ يا بابا مين اللي بيزعق اكتر؟ يا هي قربوا. ماشي استنى استنى يا ترابيزه انت عشان قصيرة قصيرة حتى توقف. يلا يلا استنوا يا جماعة لحظة. يلا بقى يا ماما. ماشي يلا حبيبتي. يلا يا بابا مين اللي بيزعق؟ اهي حط يلا دماغك. ترى مش تكتب وشي يا ماما. او تموتنا ولا ايه؟ مين اللي بيعيط بسرعة؟ هي بقى هي. مين اللي باكل كتير؟ انت بره بره. مين اللي باكل بسرعة ويقوم؟ مين اللي باكل بسرعة ويقوم؟ لو انت ما عرفتش هحط وشك. ما هي ده انت عايز تخلص مني والله عايز تخلص مني. مين اللي مهمل في هدومه؟ حط ده انا اللي هحط. انت يا مود. انت اللي مهمله في هدومك يا رميسان. مين اللي بيحافظ على هدومه بالسنه وبالسنتين وبالالف؟ هرش. لا ماما وانت. وانا ده انا عندي هدوم بقالي اكتر من 20 سنه. ماما انزل وشي. يلا انزل يا عم انزل يا عم الحاج من غير كلام. مش قوي بس خلاص بس. يعني مين اللي بيمسك التليفون اكتر؟ سهوش. مين اللي بيمسك التليفون ومهتم بالمتابعين قوي؟ هي طبعا استنى طبعا دي اهم حاجه ان انا اهتم بالمتابعين طبعا دي قبل الاكل وقبل الشرب وقبل اي حاجه. والله دي قبل الاكل وقبل الشرب لازم اشوف حبايب قلبي باعتين لي ايه وارد لهم. هي اللي بتفضل على التعليقات 24 ساعه وارد لهم التعليق. انا عندي ميساء او كانت هايدي او كده ما كانش حد برد على التعليقات طبعا، او امل قبل ما تتجوز طبعا. احنا كنا فاتحين القناه دي من بقالنا يجي سنه بالظبط اهو فاتحين القناه. اكتر من سنه ونص اهي فاتحين القناه. امل ورميساء وهيدي طبعا ما كانش بيرد على اي تعليقات او بيمسكوا اي تليفون، حتى لو رن انا اللي برد على التليفون. طبعا التعليقات دي كلتها على دماغي، وانا اللي برد على التعليقات حبايب قلبي، وانتوا على دماغي ومشرفيني ومنوريني. كمل تاني. مين اللي باكل كربز اكتر وبيخلص كرتونه الكربز مسافه ما بتيجي؟ انت. مين اللي بيحب اللب اكتر؟ اهي. ايه
نزل وش. يعني هتقول لك نزل وش. من اللي بيحب المكرونة أكثر؟ الأندوم. من اللي بيحب شربة الأندوم أكثر؟ ده عم بصك عليه. اه يعني يا بيقول لي اسالي يا ميساء عشان ما عرفوش انا احط دماغ بقلب المي. قال مهتم بالمطبخ اكتر اهي. اه يعني مين اللي بيحب يطلع السرعة اكتر اهي. اه يعني مين اللي بيحب اللون البنفسجي اكتر والابيض اهي. تعالي لا انا ميساء ميساء تعالي استنى جلدك لا دي صغيره على دماغه مربيه. لا استني ما تدع استني. لا والله ما نطت وشي والله. لا ما نطت. لا انا انت بتعمل لي خايف على نفسه والله يا حبيب قلبي. خايف على نفسه لو يفتز سايب هيفوت في حبه الميه ده. اه يعني مين اللي بيحب جيلته اكتر؟ انت بس الوش انا هطلب منك. مين اللي بيحب يستحم اكتر؟ انت ما تحطوش اي وهي. طيب مين اللي مهتم بالشقة أكتر؟ أهي. حرام عليك. مين اللي عشان تفوقي؟ مين اللي كده هنبقى بعض. مين اللي بي يعني مين اللي مهمل في البيت ومش نظيف؟ مين اللي ندب في البيت؟ أه؟ بتحب تبصط تحت ماشي. مين اللي يعني حباب قلبي يا ميساء طبعا انا ميساء انا نظيفه بس استنى انا اتكلم ماشي حباب قلبي طبعا انا قلت لكم في الفيديو الاولاني عشان النظافه والنظافه دي انا عندي بناتي يعني شفت اللي ايه اللي واثقه من نفسها كده وبتعمل كده اهو وتحط ظهرها في الحيطه كده واثقه من نفسها من لتربيه عيالها ونظافتهم وشطارتهم وامانتهم. انا دول الثلاث حاجات الامانه والنظافه والشطاره ولو تعبان بس تعبان قرصك ما تبصلوش والحلاوه طبعا الحمد لله يعني ايه ما بشكرش بنفسي ولا ابليس بس انا الحمد لله بناتي ادب واحترام وتربايه ونظافه وكل حاجه. انا عارفه بناتي مش عاوزه اي حد تاني لان في حاجه كده وقتها كده هتطلع. فانا طبعا بناتي واثقه منهم وعارفه بناتي دول على ايه مربياهم بايدي دي. ايدي دي مربياهم عارفه ان هم امنه ونظافه وشطاره وتربايه وكل حاجه. انا طبعا واثقه منهم يا حبايب قلبي. الميس هايدي ديت من وهي في ثالثه ابتدائي كانت بتغسل وبتكنس وبتشوي سمك وبتعمل جميع كل حاجه بتنشر كنت نايمه كده تلاقي غسله ونشره وعامله كل حاجه. كان الشارع من اوله لاخره ما كانش يقول الا هايدي بتعمل هايدي بتودي. كان يقولوا لبعض ما انتش فلانه بتعمل انت ما بتعمليش ومش عارفه ايه. كان والله العظيم روح لهايدي بنت اترصدت لحد دلوقتي بس اترصدت في جسمها اه في شعرها اه لكن ان هي النظافه طبعا نظافه 100 100 وامل ورميساء 100 100 امل ورميساء وامل دي اني بقيت اقول لها يا امل اعملي كذا كذا ما تقولش الا نعم يا ماما وحاضر يا ماما. امل دي ما كانتش تقول الا نعم وحاضر نفس طبيعه هايدي شغلها وعمايلها كده بردك. الجيران هنا بردك لان انا اتنقلت يعني كنت في مكان واتنقلت في المكان ده الكل بردك بيحلف بادب امل واحترامها وتربيتها وشطارتها. ورميساء بردك امينه ومتربيه وفيها كل حاجه حلوه وبتعمل كل حاجه بس
مش زي رميس، مش زي امل وهايدي في ايه يعني ايه، ها بتتكل عليا شويه متدلعه شويه كده، بس انا ما بسيبهاش طبعا. بس انا الزغنونه يعني متدلع براحتي. والله ما بسيبها يا حبايب قلبي، بقول لها تعالي امد ايدي على الرخامه على البوتاجاز على الحوض، لو لقيت فلايه لو اي عكايه كده تعالي يلا اعملي دي تاني. فاني بناتي وصفه، ولو ما عجبهاش تهدها تاني اعملي دي تاني. انا وصفه منهم الحمد لله، مش اللي بقول خلي اللي يتكلم يتكلم ولا ايه، خلي اللي غير مننا يجي ويعمل زينا. انا بقى كده واثقه من بناتي، فالحمد لله ربنا يسترك يا هايدي في الدنيا وفي الاخره، واسعد واشوفك اسعد واحده انت واخواتك، اسعد واحده انت واخواتك. عمرها لا اتكلمت على حد ولا جابت حد في سيره وحشه، انا وبناتي لا عمرنا اتكلمنا على حد ولا جبنا سيره حد في حاجه وحشه، ولا حد يجي قال انت قلتي ولا انت عيبتي، ولا عمر حد يعني اقول ايه بصلنا كده بصه وحشه. الحمد لله الحمد لله، يعني عنا ملانا متربيين وكل حاجه فينا حلوه. ربنا يسعدكم يا بناتي كده واشوفكم اسعد الناس في الدنيا. يلا يلا يلا، وانتوا كمان معاهم اشوفكم من بره مصر ومن جوه مصر اسعد الناس في الدنيا يا حبايب قلبي. كمل. مين اللي مين السؤال ده؟ مين اللي بيحب اللون احمر؟ لون يلا اوه سألنا لا اوه اللي بحب اللون الاحمر مين؟ انتي اني 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 وربنا اني انا بحبه بس هي رميساء وربنا اني انت حد يقدر عليك انت؟ ده انت مش قادرين نغطس دماغك. مين اللي بيحب اللي يعني الهدوم الهدوم الطويل؟ اللي بيحب الهدوم الطويلة الهدوم الطويلة الدريستات قمصان كده. انت مين؟ انت طبعا. ايوه مين اللي بيحب الخواتم والسلاسل الحديدية؟ انت. مين اللي بتضربك؟ انت. انت كمان. يلا بقى طولنا عليهم في الفيديو. لسه لا لسه. مين اللي بيحب النوم اكتر؟ النوم اكتر؟ انت طبعا. طيب مين اللي بيصحى من النجم؟ انا تعال امي أنا مين اللي بيحب يطلع من البيت؟ مين اللي بيحب يقعد في البيت ما يطلعش لأي حد خالص؟ اهي. مين اللي في حاله وبيحب لوحده؟ اهي. انت بتغسل وشك ليه؟ طيب مين اللي بيحب النظافة؟ مين اللي بي... مين اللي مين اللي كسر تليفوناتك؟ انت. طيب مين اللي عامل عمليات اكتر؟ كسرت تليفون الجديد اللي جاي لي من السعوديه. مين اللي عامل عمليات اكتر؟ انا ماما. ماما لو انا ابي استنى هعيد انا هعيد استنى هعيد ادي واحد اثنين عمليه ولاده رميساء ده مش عمليه ده يعتبر مش عمليه ليه عمليه بس عمليه فتح بطني لا فتح بطني لا استنى دي ولاده دي ولاده دي عمليه وعمليه المراره والفتاء والنبي الفتاء والمراره بس يبقى انا ثلاثه اكتر لا ثلاثه هي ثلاثه فين ثلاثه دي بقى عمليه رجلي بتاعت طب خلاص ماشي خلاص نزل وشه احنا الاثنين زي بعض يعني. انت تنزل وشه خلاص يا رميساء والربع بتاعت الدوام والله يعني والله الربع من العضو كسرت اكتر
وانش أني أمر شرخيتنا أربع مرات في حماد وهيك قصبت هنا مرتين والتالتة ولا مرتين بس مرتين بس ماشي يلا مين اللي بيحب يصرف فلوس أكتر؟ أنت يا طيب مين اللي مش راضي بقليل وعايز فلوس أكتر وقت؟ أنت مش راضي بالخمسة جنيه عايز 10 جنيه مين اللي هيحط لايك؟ ممكن تكون وصل لايك حط لايك ده يا حبايب قلبي يو. ما تنسوش بقى في اللايك والاشتراك وربي كده يكون خفاف عليكم كده وتقدروا كده ايه مين اللي ما بيتفهمش اكتر؟ يلا اخر واحد تساعدونا كده وتعملوا لنا كده لايك مين اللي ما بيتفهمش واشتراك؟ يلا بس وش يا عم الحاج انزل احنا اخر مره مين اللي نفسه يحيش ما بتفهمش يا حبايب اي مش يعني مش ما بتفهمش لا انا يا بعامله المراره واخلاقي طبعا قد كده اخلاقي قد كده ما ماليش خلق ولا ليا كده بتنرفز بسرعه بس بقى مع ان بتنرفز او بشتم بسرعه او صوتي بيبقى عالي بس مسافه لحظه ولكن عملت اي حاجه تنكال مين اللي بيعيط وبيصوت وبتضايق وبيحصل وبيضرب وبتخانق وعمر ما هكلم الشخص ده في حياتي خالص وبرجع اكلمه تاني وقلبه حنين انا طبعا ازلش عشان عارفه ماما المره عفاي طيب استنى اخر سؤال لي خلاص بقى طولنا عليهم بقى خلاص مين اللي ما بينامش ليله العيد انت امل وهايدي ورميساء عايز انزل وشك يا باشا والله المرة دي الوقت والله خد امسك ده انت عمال تعمل في دماغ ونيجي نعمل له يعمل كده يعني المية ما بتوصلش مناخير يعمل كده خايف يقعد احنا هنموتك ولا ايه لا يا اخويا لا اله الا الله محمد رسول الله الحمد لله يعني كده وصلنا لنهاية الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد وتعملوا لايك 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 منكم ابدا ابدا وربنا يسعدكم ويفرح قلبكم واشوفكم سعداء كده في الدنيا وفي الاخرة من بره مصر ومن جوه مصر حبايب قلبي يسعدكم ربنا ويفرح قلبكم كده ونعدي عليكم الايام بخير واعملوا بقى ايه لايك لهايد كده وما تنسوش بركة اللي هي وبرو خاطر هايدي بردك وقول لها كل سنه وانت طيبه يا هايدي واعمل لها لايك يا حبيب قلبي وانت على دماغنا من بره مصر ومن خارج مصر يسعدكم ربنا ويفرحكم بعيالكم يا رب ونعاد عليكم الايام بخير يلا بقى خدوا صوره عشان تحطها على في نهايه الفيديو ما عارفه الف مسلسلات